السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيسان جي تي ار نسمو 2017 لونش كنترول، تحط الجير ريس، سسبنشن ريس، تراكشن كنترول ريس، ريلك اليسار على البريك، ريس كامل، شل ريلك. من الصفر لمية 2.7 سكند، وفي ناس سواها 2.5 سكند، 240. Welcome everyone to the GTR 2017 Nismo Nissan Motorsport. خلنا نبدأ الموضوع برسالة من اليابان والصانعين اليابانيين اللي اشتغلوا على السيارة هذه. يقول لكم ويو جوزيمس وتنسى وين GTR is perfect very good car. ادريبكم ما فهمتوا الياباني عدل. ها يلا انا اربيعكم واضبطكم. الجي تي ار ترسل رسالتها للسوبر كارز وتقولهم كالاتي: ان كنتوا يا سوبر كارز بحر، انا ترى جنبكم محيط، وان كنتوا حايطينكم على شله، انا بقومي محاط ولولا عربنا والسلوم، وخوفي تدش الوسيط لاعلن عليك الحرب من ساحل دبي الى الرباط. ورا مشين الجي تي ار، لو كنت انت متابع في القناة بتعرف انه في تست للجي تي ار نسمو 2016 في الحلبة، معنا ما كانت تنزل عندنا، سقناها سوق، الرابط موجود تحت. بعدين رحنا على نيويورك نخبركم علوم الجي تي ار 2017، مش النسمو العادية. بعدين رحنا على بلجيكا، رحنا بالذات وبالضبط على حلبة سبا وجربنا النيسان جي تي ار العادية في الحلبة. السيارة شاحت علي على سرعة 160 تقريبا، ولكن الموتر انقبض. حاولت اسوي نفس الحركة هذه على سرعة 180، السيارة لاصقة في الارض. شو تفرق النسمو عن النيسان الجي تي ار العادية؟ هل في فرق في المحرك؟ لا، بس والجير؟ لا، الجير بعده 6 سرعات دول كلتش كلتشين فيه، والمكينة هي 3.8 دبل توربو مش 3 توربو نفس ما بعض الناس يطلعون اشاعات، و600 حصان. هل هي محتاجة اكثر عن كذا؟ هل محتاجة 610 حصان؟ لا، لانه هذه بالضبط انا احسها يعني بيرفكت، السيارة جاهزة في اي وقت في اي لحظة، جاهزة دوس اديله عبيله واديله. السسبنشن طبعا مختلف، الرنجات مختلفة، لكن من داخل التغيير الأساسي من داخل، هذه نفس التغييرات اللي كانت على الجي تي ار نفسها. هني قبل كانت الأزرار اللي هني موجودة عبارة عن 27 زر، الحين صارت فقط 11 زر، يعني قلصوا لك الأزرار. الكانتارا المخبر موجود داخل السيارة، عاطنها طابع سبورتي، فانت لما تسوق في الحلبة ومن هالسوالف يدك مرات تعرق او شيء، عندك الكانتارا الستيرنج ما يزلق، شرائط المخمل كذا. الطبلون الكانتارا، الانفوتيمنت سيستم سانيوري بيرفكت، تشبك التليفون، تشبك البلوتوث، كله بيرفكتو صراحة 100%، ما في ولا غلطة. انا اتكلم عن الانفوتيمنت سيستم. السكان مختلف، السكان وهني هذا اليلد يسمونه يلد نابا، اليلد هذا يستخدمونه في السيارات الفخمة. عندك بعدين السيتات ريكارو، والسيارة هاي 2+2، يعني اثنين كبار واثنين اطفال يركبون وراك. اللي يحلي الجي تي ار نسمه اللي يحليها وايد اللي هو الكاربون فايبر الخارجي، شيء رهيب. نفس اي مكان فخم او سبورتي في الوكالات، يعني نفس عندك المايباخ وعندك البنتلي وعندك البيسبوك في روز رويس، النسمه هي القسم الرياضي، نيسان موتور سبورت من نيسان، نفس ما انفينتي القسم الفخم. فالسيارة هذه شو تروح تستلمها دائما، او هذه الاستراتيجية بتكون مالهم، انه في كل وكالة في قسم، نفس ما انفينتي لها قسم، نسمو بيكون لها قسم. فالجي تي ار المفروض والنيسان والزد نسمو يستلمونهم من هذا المكان. شو رايكم بالغترة الثانية؟ فنانة ها؟ ارفقت الخيران بس لكم، انتم متابعين حسابي في انستغرام ولا لا؟ ما يصير انا ربيعكم ما متابعين حساب في انستغرام، يلا كل واحد شيل اغراضه وعلى حساب انستغرام، وهني سناب شات، طلع موبايلك زين وصور الشاشه او اضغط بسناب شات لان هناك نحن نسولف في فكره جديده.
الله يخلي اهل سناب شات هم دائما مضبطيننا. وعلى العموم سبسكرايب دائما سبسكرايب والجرس لا تنسون الجرس يا رفاقة الخير. نباكم انتم دائما تكونوا الاوائل. هذه النسمة الحب العشق اول سيارة اول تجربة عربية للسيارة هذه. فيعني اتابعوا الحلقات او الفيديوهات مال الاسبوع اللي طاف واشوفكم ان شاء الله قريبا والجميع ثابت.